السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله يا ربي تكونوا في احسن الاحوال، وبشركم مبروك ان شاء الله، والله يدخل علينا وعليكم رمضان ان شاء الله بالصحة والسلامة وطول العمر يا ربي، وباش ما تمنيتو. كيف كتشوفوا معايا ان شاء الله اليوم غنقدم معكم هاد المعسلات، صراحة اللي كيجيو بشكل رائع. هنايا هادي راه كنعرفوها كنديروها دائما، وغندير معاكم واحد الشكل ديال بحال شكل كميميسه، كتجي الصراحه حتى هي دي رائعه. هنايا عندي كيلو ديال الدقيق ديال الفورص، عندي قبيصه ديال الملحه، ودرت واحد شويه ديال الماء زهر اللي ذوبت فيه شويه ديال الزعفران، وعندي معلقه ديال النافع اللي مطحونه ومغربله مزيان، ورابعه ديال الزبده اللي ذوبتها. غادي نزيد عليها كاس ونص ديال الحليب صافي، ومن بعد غادي نزيد كاس اللي غيكونوا عندنا في المجموع جوج كيسان ونص ديال الحليب ونص كاس ديال الماء زهر. صافي، هنايا غادي ندير هاد الملحه مع الزعفران مع ديك المعلقه ديال النافع، وغادي نزيد معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوى. صافي، وغادي نجمع هاد العجينه ديالنا بداك الزبده والحليب. هنايا بالنسبه للكميه ديال الحليب راه كاين اللي غتاخد ليه جوج كيسان، كاين اللي جوج كيسان ونص على حسب الدقيق، كاين اللي كيشرب، كاين اللي للسوائل. حنايا المهم غنبداو نجمعوا فيها شويه بشويه، وضروري العجينه ما تكون قاصحه. هنا كيف شفتوا معايا زدت الماء زهر صافي، وغنبقى نجمع فيها حتى كتولي ليا على هذا الشكل. المهم ضروري كيف قلت لكم من العجينه تكون قاصحه. صافي، هنايا غادي نقسمها وغنديرها في بلاستيكه وغنخليها تقريبا واحد 5 دقائق حتى 10 دقائق باش ترتاح لينا. وهنايا خديت العجينه صافي اللي سرحتها واحد شويه بالمدلك، وغادا نبدا نورق فيها في هذه الماكينه. الصراحه اللي نفعاتني وعاوناتني هذه، انا كتخدم بالضو، ما كتحتاجي الصراحه لا اللي يشد معاك لا والو، المهم خدمت بها راسي وعاونتني بزاف. صافي، كنورقها هنايا كنعاودها في هذه الوراقه واحد جوج ديال المرات، وغادا نقادها هنايا من الجناب. صافي، ملي غنقادها كامله غادا نخرجها من الجهه الاخرى اللي كتخرج لينا دوك الخيوطه ديالها رقاق. هنايا صافي كنقاد هاد الخيوطه كيف كتشوفوا معايا الفيديو راه شارح نفسه، خديت وحده اللي خديت عليها العبار وكنقادهم كاملين. صافي، حتى كنقاد هاد العجينه كامله، وغادا نبدا نشكل فيها على شكل كميميسات او كريميسات كيف غادا تشوفوا معايا ان شاء الله. والصراحه هاد كتجي رائعه وكتجي الشكل ديالها زوين، والخدمه ديالها راه سهله. انتما كيف كتشوفوا معايا؟
هنايا كيف شفتوا معايا مني قديتها داك القطن اللي جاني الفوق ديال داك الرويز جاني شويه غليظ، كنقصوه بالمقص، والا كان رقيق ماشي مشكل نخليوه. صافي غنبقى غدا على هاد الطريقه تنكملهم. هنايا كيف كتشوفوا معايا النص درتو على شكل كميميسات، والنص درت لي هادي بوشنيخه اللي كنديروها عاديه. صافي من عجين واحد قلت نخرج جوج ديال الاشكال. صافي غنبقى غدا على الطريقه حتى هما تنكملهم. رانا ما بديتش معاكم صراحه كل شيء من الاول، خليت من معاكم كل حاجه درت منها لقطات باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف. صافي كنبقى غدا على الطريقه تنكملهم ونخلي العجينه تنشف. هنايا كيف كتشوفوا معايا كيف كنقرصها، راه ضروري ما نقرصوها مزيان باش ملي كنديروها تقلى ما كتحلش لينا في الزيت. صافي ملي كنكملها كنخليها شويه تنشف، كنبدا بدوك الاولين اللي بديت بيهم هما اللي كنبدا فيهم نقليب. هنا كيف كتشوفوا معايا خديت الزيت اللي درتها حتى سخنات. صافي ونقصت البوطه خليتها مهيله مهيله بزاف، حيت كنعرفوا هاد بوشنيخه ولا او هاد الكميميسات راه كتكون العجينه ديالهم رقيقه بزاف، ويلا زدنا في البوطه راه ضروري غادي تحرقوا لينا وما غيطيبوش من الداخل، غتبقى لينا معجنه. نقص البوطه مزيان، انا راه خليتها مهيله بزاف نقصها حتى للحد ديالها. صافي وكنبقى بحال هكا مره مره كنحرك فيهم، راه دغيا كيطيبوا واخا كتكون البوطه منقوصه. صافي مني كنطيب هاد التطيبه الاولى وكنحيدها كنصفيها كنديرها في العسل، صافي كنحيد الزيت من فوق البوطه تقريبا واحد 4 ديال الدقائق حتى لخمسة دقائق حتى كتبرد ليا شويه الزيت، عاد كنعاود نرد المقله فوق البوطه وكنبقى عاوتاني نرمي فيها بنفس الطريقه، والبوطه كتكون لي ناقصه بزاف. كيف كتشوفوا معايا هانتوما اللون ديالها كيف كيجي، كتجي طيبه كامله وكتجي محمره كتجيناش داك مخطوف اللون ديالها. صوم
مطاع للرحمن. هل هلالك يا هلا هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك. صام وطاعة للرحمن، صام وطاعة للرحمن، روحانية يومك غير والوعد باب الريان. هنايا كيف كتشوفوا معايا درتها باش كتشرب لينا داك العسل مزيان، كنخليوها كتشرب. وهاد الوقت انا كيف قلت لكم راني حيدت المقله من فوق البوطه باش كتبرد لي شويه الزيت، كتولي شويه دافيه، عاد نكمل فيها الطياب. ضروري شويه في هاد المعسلات كيبغيو شويه الخاطر، نردو معاهم البال، نديرو معاهم خاطر سيطيبو. الحاجه ضروري كنضربو عليها شويه التمره، الطياب ديالها نعطيوها الخاطر باش تجينا زوينه. صافي انا خليتها هنايا كتشرب في العسل، ودست باش كملتهم حتى كملتهم كاملين. صافي وبديت كنقلي في هذا الشكل الثاني كيف كتشوفوا معايا. وهنايا كيف كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديالها. الصراحه كتجي رائعه وسهله في نفس الوقت، وكتجي خفيفه حتى في الماكله ديالها. هنايا انا راه صورتها بالليل، الصراحه الاضاءه ما عطاتهاش حقها في التصوير. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. هذه الكميميسات كيف شفتوا معايا زينتهم شويه، اللي زينتهم بالزنجلان عادي، وشويه زينتو بداك الزنجلان اللي كنت لونت معاكم، عطاهم توا واحد المنظر اللي هو زوين. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، وإلا عجبكم ما تنسونيش ملي لايك ديالكم والبارطاج والتعليق اللي كتشجعني. وشكرا لكم بزاف، والسلام عليكم. رمضان مبارك سعيد ان شاء الله.